السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير. هذا الصندوق سبحان الله أنا نزلته عندي عشان أبدأ كل نبتة أصورها على حدة في صفحتي في الانستغرام، ولكن ما شاء الله تبارك الله بصراحة عجبني الصندوق وسميته صندوق السعادة، لأنه بيجمع ما شاء الله تبارك الله داخله نباتات بألوان وبأشكال ما شاء الله تبارك الله جدا جميلة بصراحة، ألوان رائعة ما شاء الله تبارك الله، بالإضافة إلى نباتات منزلية داخلية من النوادر ومن الجميلات ومن أشهر أنواع النباتات تقريبا يعني، فما شاء الله تبارك الله جمع يعني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حاجات يعني جميلة داخله. فأطلقت عليه بصراحة صندوق السعادة، لأنه بصراحة ما شاء الله تبارك الله وذكر الله واجب، يعني سعدت أنا لما شفته بهذا الشكل ما شاء الله تبارك الله بهذا المنظر الجميل. سبحان الخالق فيما خلق، يعني حاجات بتذكرنا سبحان الله أولا بالعظيم اللي هو خالقنا، ثم سبحان الله نتفرج على جمال الطبيعة. طبعا يعلم الله الأغلب مننا بيدفع أو بينفق مال سبحان الله عشان يسافر للخارج عشان يستمتع بجمال الطبيعة، فممكن اللهم لك الحمد والشكر ربنا أعطانا نعمة فنقدر بنستمتع بهذه الطبيعة اللهم لك الحمد والشكر داخل منازلنا، وهذه نعمة من الله، نحصل على هذه النعمة ونقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب وحصلنا على صندوق السعادة، والله يعطيكم ألف عافية.